مشاهدي طقس العرب، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة. في البداية نستعرض صور الغيوم لهذا المساء، حيث نلاحظ وجود كميات كبيرة من الغيوم المتوسطة والعالية تغطي شمال مصر وتتحرك باتجاه الشمال الشرقي. معظم هذه الغيوم من النوع المتوسط والعالي، لكن يتخللها بعض الخلايا الممطرة. مثل هذه الغيوم سيستمر في الظهور فوق المملكة هذه الليلة وغدا، مسببة سقوط زخات متفرقة من المطر. أما الأماكن التي ستتعرض للهطول، فبنلاحظ من الخرائط أن المملكة ستتأثر هذه الليلة وغدا بسقوط كميات من الأمطار. هذه الأمطار تشمل معظم مناطق المملكة تدريجيا، أحيانا أو غدا تكون زخات رعدية من المطر، قد يصحبها الرعد والبرق أحيانا، خاصة في شمال المملكة وبعض أجزاء متفرقة من المملكة. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة: الأجواء مغبرة، الغبار منتشر وواسع، وهذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل كبير وواضح، خاصة المناطق الصحراوية الجنوبية والمناطق الصحراوية الشرقية. الأجواء بشكل عام غائمة، وهناك فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر، والحرارة الصغرى المتوقعة 16 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة: يوم الاثنين انخفاض على درجات الحرارة، الانخفاض بيكون واضح اعتبارا بعد ظهر يوم الاثنين ومساء يوم الاثنين. الأجواء غالبا غائمة، تسقط زخات رعدية من المطر على فترات أو بين الحين والآخر. العظمى بتكون بحدود 22 درجة مئوية. الاثنين ليلا أجواء أيضا غائمة جزئيا إلى غائمة، تسقط زخات متفرقة من المطر أيضا على فترات. يوم الثلاثاء انخفاض واضح وملموس على درجات الحرارة، تسقط زخات متفرقة من المطر. العظمى بحدود 18 درجة مئوية، هي أقل من معدلها على الأقل 8 درجات مئوية، والصغرى بحدود 12 درجة مئوية. يوم الأربعاء تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع قليلا، لكن الأجواء بشكل عام غائمة جزئيا، وتبقى درجات الحرارة أقل من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة، وتبقى الفرصة والاحتمالية واردة لسقوط أمطار متفرقة أحيانا، والعظمى بحدود 19 درجة مئوية، لكن الصغرى بحدود 12 درجة مئوية. هنا بحب أشير إلى أنه معدل درجة الحرارة العظمى في مدينة عمان في مثل هذا الوقت من السنة هو ما بين 26 إلى 27 درجة مئوية. ملخص للأحوال الجوية المتوقعة: هناك غبار واسع الانتشار في معظم مناطق المملكة، خاصة المناطق الجنوبية والشرقية، وهذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح وملموس. أيضا هناك حالة عدم استقرار جوي اليوم وغدا تؤدي لسقوط زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر، وأيضا انخفاض تدريجي وكبير وملموس على درجات الحرارة. بيكون الانخفاض واضح وبنلمسه يوم الثلاثاء بإذن الله، وأيضا لا نستبعد سقوط الأمطار يومي الثلاثاء والأربعاء بإذن الله. أعزائي المشاهدين، من طقس العرب نحييكم وإلى اللقاء.